في خان يونس. مباشرة يسعدني أن أرحب عبر الخط الهاتفي بالزميل الصحفي أسامة الكحلوت من منطقة خان يونس وسط قطاع غزة. مباشرة يسعدني أن أرحب بك أسامة، يعطيك العافية، أمنياتنا دوما لك بالسلامة أنت وكافة الزملاء الصحفيين المتواجدين في الميدان وكل أهلنا في قطاع غزة. أهلا بك أسامة. حياك الله، أهلا وسهلا فيكم جميعا. أهلا بك أسامة. نتحدث بداية حول آخر المستجدات الميدانية على أرض الواقع. السلطات كانت في قطاع غزة قد اكتشفت خلال أيام مقبرة جماعية تضم عدد كبير من الشهداء الذين دفنتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي. هل من تحديثات جديدة أسامة حول هذا الملف، ملف العثور على مقابر جماعية وانتشال أيضا مئات الشهداء اليوم نتحدث وليس بالعشرات؟ نعم، نتحدث هنا عن العثور على أكثر من 60 جثمان تم العثور عليها في ساحة مستشفى ناصر في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس. هذا كان يوم أمس. اليوم أيضا يستكمل عملية البحث عن باقي الجثامين. نتحدث عن انتشال أكثر من 200 جثمان تم العثور عليها في ساحة مستشفى ناصر غرب مدينة خان يونس. كل هذه الجثامين جزء منها تم تشييعه ودفنه من الأهالي بداية التوغل الإسرائيلي على مدينة خان يونس، ونظرا لصعوبة الوصول للمقابر المحيطة بمستشفى ناصر أو إلى المنطقة الغربية لمدينة خان يونس اضطر الأهالي إلى دفن أبنائهم في هذه المنطقة. ولكن الآن بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من هذا المكان نتحدث على يعني العثور على جثامين بأعداد كبيرة، يعني تغيبت ملامحهم وتحللت أجسادهم وجثامين بلا رأس وأجساد بلا جلود. ونتحدث هنا على صعوبة في التعرف على كثير من الجثامين نظرا تحللها، نظرا لوجود رائحة كريهة في المكان نظرا نتيجة التحلل. نتحدث هنا على إعدامات ميدانية كانت من الجيش في هذا المكان بعد انسحاب الإعلاميين من المنطقة، وبالتالي كان هذا مسرح للعمليات الإسرائيلية في منطقة غرب خان يونس. قتل وأعدم وحقق وعذب كثير من المصابين الجرحى النازحين الذين أصروا على البقاء داخل مستشفى ناصر. ولكن الآن تكشفت أجزاء هذه الجريمة بالعثور على ما يقرب من 200 جثمان خلال 3 أيام، ولكن العملية مستمرة حتى هذه اللحظة في أجل الوصول إلى عدد أكبر من الجثامين التي ردمتهم الجرافات الإسرائيلية تحت تلال رملية كبيرة في ساحة مستشفى ناصر. نتحدث عن مستشفى هو ثاني أكبر مستشفى في قطاع غزة بعد مستشفى الشفاء، وبالتالي كان ملجأ للنازحين مصابين الجرحى المرضى في كل مدينة خان يونس. وبالتالي هذا الأمر دفع عدد كبير من المرضى إلى في المنطقة الوسطى وجنوب القطاع لنقلهم لمستشفى ناصر لوجود عدد كبير من الأقسام والجراحيين والأكاديميين والأطباء والإمكانيات أكبر من باقي المستشفيات. ولكن الآن بعد خروج الخدمة توقف المستشفى عن العمل، تم العثور على عدد كبير من الجثامين في المكان. العملية مستمرة. نتحدث معك الآن من مخيم البريج في قطاع غزة، وإسرائيل أو الدبابات الإسرائيلية تطلق عشرات القذائف في المنطقة الشرقية. حرك يعني حالة من الرعب في هذه المنطقة بعد يعني اقتراب هذه الأصوات والانفجارات من مدارس إيواء تتبع للنور، وتأوي عدد كبير من النازحين من شمال قطاع غزة والذين توافلوا إلى مخيم البرج باعتباره أقرب منطقة وأقرب مركز إيواء القرب من جسر وادي غزة. نتحدث هنا على قصف كان لمنزل نقل من هذا الاستهداف 3 شهداء وعدد كبير من الإصابات من هذا المنزل المستهدف وسط مخيم البرج. ولكن حتى هذه اللحظة العملية في شرق مخيم البريج مستمرة من حيث القصف للمدفعية الإسرائيلية، من حيث حالة نزوح من المكان المستهدف بعد إخلاء من السكان. يعني حقيقة الوضع صعب حتى هذه اللحظة في منطقة مخيم البريج. يعني زميل أسامة أيضا تحدث عن حالة الدمار في العموم التي نشاهدها بعد هذه العملية العسكرية التي امتدت لأسابيع طويلة، إلى أي مدى بداية أثرت على عودة النازحين إلى مناطقهم على وجه التحديد أو حتى إلى منازلهم؟ يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي كان وقد قال بأن هناك مواصي خان يونس لربما تعد هي المنطقة الأمان لأهلنا في قطاع غزة وطالب بالنزوح إليها، ونعلم جميعا أسامة أن لا مكان آمن في قطاع غزة. إلى أي مدى أثر هذا الدمار الكبير الذي لا يمكن وصفه بكلمات على عودة النازحين إلى بيوتهم ومنازلهم؟ يتحدث هنا على أن الجيش الإسرائيلي أصر على إعدام كل مقومات وأشكال الحياة في كل منطقة يدخلها، وما أن ينسحب الجيش من هذا المكان نتفقد المكان، نشاهد أن الدمار والهدف هو منازل المدنيين، الناس الأبرياء، الأطفال، النساء، دمار في كل الأحياء. نتحدث هنا
على تدمير كامل لكل مقومات الحياة، البنية التحتية، المدارس، شبكات الري، كل هذه الأمور دمرت بشكل كامل. نفس الحياة الآن في كل هذه المناطق التي دخلها الجيش بعد تدميرها بشكل كامل. بالإمكان القول على أن الهدف من العملية الإسرائيلية في هذه الأماكن هو قتل الحياة وملامح الحياة في كل هذه المخيمات والمدن، يصعب العودة إليها أو العيش فيها، ولكن عدد كبير من سكان هذه المناطق أصروا على العودة لمنازلهم ونصب خيامهم أمام ركام منازلهم واستصلاح ما يمكن استصلاحه من أجل العيش والبقاء داخل هذه المنازل نتيجة الحالة الصعبة التي عاشها أصحاب هذه المنازل من حالة نزوح سواء في منطقة دير البلح أو في منطقة رفح في أم القطاع. كل هذه الظروف التي عاشها السكان في هذه المناطق وفي الخيام في ظل نقص الطعام وفي ظل نقص المياه والأدوية، كل هذه الأمور دفعتهم إلى أن يبقوا على ركام منازلهم ونصب خيامهم ومحاولة استصلاح ما يمكن استصلاحه من أجل إبقاء غرفة أو غرفتين كل منزل مستهدف وأن يعيشوا مع أطفالهم داخل هذه المنازل. الدمار في كل منطقة يعني مربعات سكنية مدن بأكملها مخيمات يصعب العيش فيها نظرا للدمار الكبير والهائل في هذه المناطق بسبب ما يعني أحدثه الجيش في العمليات البرية وتوسيع العمليات الآن التي باتت تهدد مدينة رفح جنوب القطاع. الوضع صعب ومأساوي، كل الشوارع التي أمر فيها الآن وأنا أتحدث معك الدمار يخيم على كل طرقاتها وعلى جانبي الطريق، بالكاد تجد من كل مربع سكني واحد من 100 منزل تجد يعني ثلث هذه المنازل صالحة للسكن. الخراب اليوم كل مناطق قطاع غزة، يعني حتى وإن توقفت الحرب نتحدث عن عملية إحصاء للدمار وإزالة للركام قد تستمر لسنوات قبل أن تعود الحياة إلى قطاع غزة. صحيح يعني أسامة، أيضا لربما يصعب هذا السؤال، لكن يعني مظاهر الحياة التي لربما لن تعود حتى بعد سنوات طويلة، هل أعادت هذه الأسواق إلى منطقة خان يونس؟ هل هناك عودة للحياة ولو بشكل بسيط جدا؟ ماذا عن الطرق؟ يعني هل تم إعادة فتح هذه الطرق؟ إن أردنا الحديث حول الطرق وإعادة فتحها ولو بشكل بسيط جدا حتى يتمكن المواطنين يعني من التنقل إلى مكان آخر. يعني تضطر البلديات هنا في قطاع غزة، البلديات الرئيسية في قطاع غزة تضطر إلى محاولة إزالة الركام من الشوارع الرئيسية. أنا أتحدث معك الآن وكنت أتجول في مخيم البريج، عندما كان هناك قصف لمنازل مدخل هذا المخيم كانت الركام يعني تسد كل الطرقات في مدخل المخيم، ولكن الآن بعد يعني أسابيع وأشهر من هذا الدمار وهذا الخراب وهذا التدمير البلديات قامت بشق الطرق وأعاد فتح جديد من أجل إبقاء المجال مفتوح أمام الإسعافات التي تتنقل على مدار الساعة وتنقل إصابات من أماكن الاستهدافات، وبالتالي لا مجال أمام البلديات إلا أن تقوم بشق هذه الطرق من أجل تسهيل مهام والحركة سواء للسكان للنازحين. يعني أنا أحدث معك الآن من شارع مثلا أحد الشوارع الرئيسية في منطقة مخيم البريج، هنا نجد مدارس سوائية ينزح إليها عدد كبير من سكان الشمال، بالإضافة إلى أن بجانب هذه المدارس يوجد قصف لمنزل وهناك تهديد لمنزل آخر وحالة إخلاء لمربع سكني كامل نتيجة الإخلاء والتهديد بقصف منزل في هذه المنطقة. نتحدث عن عدد كبير من السكان الآن بات ينزح من جديد، كل هذه الأمور باتت الآن يعني محط اهتمام للنزوح من جديد تجنباً للبقاء في هذا المكان الذي تم تهديده في منطقة مخيم البريج. عندما يتم تهديد منزل واحد هذا يستدعي كل سكان المنطقة للإخلاء والخروج تجنباً لإخلاءهم، خاصة أن كل البراميل والصواريخ التي تطلق على هذه المنازل وهذه الأبراج هي شديدة الانفجار، لا تحدث خراب ودمار فقط في مكان واحد بل تؤدي إلى تدمير مربع سكني بأكمله، وبالتالي الخراب والدمار والشظايا تراهق السكان، الجميع ينزح، الجميع هنا يحاول البقاء على قيد الحياة، الجميع يبحث عن مظاهر الحياة. يعني نتمنى السلامة دائما لكل أبناء شعبنا. يا رب. أسامة، أيضا ننوه يعني أن طواقم البلدية حتى ما زالت اليوم تعمل ومتمسكة ولو ببصيص من الأمل، لكنها تعمل بكل الإمكانيات المتاحة لديها، ونعلم جميعا أن لا إمكانيات اليوم متاحة، لا يوجد المواد التي فعلا هي بحاجتها لإنقاذ الجرحى والشهداء حتى من داخل الركام. أسامة، اسمح لي أخيرا أن أتحدث حول مستوى الخدمات الطبية على وجه التحديد في منطقة خان يونس. نعلم جميعا
جميعا خروج مجمع ناصر الطبي عن الخدمة وأيضا حصار مستشفى الأمل وغيره من المستشفيات في هذه المنطقة، هل هناك أي نقاط طبية بقيت اليوم تعمل في منطقة خان يونس على وجه التحديد؟ إن أي إصابات تصل من الأماكن المستهدفة للأسف يتم نقلها إلى مشافي مدينة دير البلح باعتبارها المنطقة الأقرب لمدينة خان يونس، أو إلى المشافي في مدينة رفح باعتبارها المنطقة الأقرب من الجهة الجنوبية. مستشفى ناصر خرج على الخدمة، محاولات شبابية الآن من أجل عاد ترميم وتنظيف المستشفى، مبادرات شبابية من أجل تقديم خدمات علاجية في بعض المناطق والمربعات. نتحدث هنا على خروج المدينة بالكامل عن الحياة سواء صحيا سواء اجتماعي، يعني المكان مدمر بالكامل. مدينة خان يونس هي من أكثر المدن التي أحدث الجيش فيها خراب ودمار كبير، وبالتالي هذا الخراب أجبر السكان على فقط محاولة أن يبقوا على قيد الحياة بجانب منازلهم بعيدا عن تقديم أي خدمات، حتى شبكات الري والمياه يعني تحاول البلديات جاهدة أن تقدم هذه الخدمة للسكان وأن تبقي هذه الخدمات قائمة من أجل عد الحياة لكل هذه الأماكن والمناطق المدمرة. يعني أمنياتنا دوما لك بالسلامة أسامة، أنت وجميع زملاء الصحفيين المتواجدين في الميدان، أشكرك على هذه الفائدة وهذه المشاركة. الزميل الصحفي من منطقة خان يونس حدثنا عبر الخط الهاتفي الزميل أسامة الكحلوت، شكرا لك أسامة، أمنياتنا دوما لك بالسلامة أنت وكل الأهل في القطاع.